وثق تاريخ مؤسستك، وثق تاريخ عائلتك، وثق تاريخك الشخصي. آثار للأعمال التاريخية والتوثيق، فريق متخصص وذو خبرة طويلة متميزة. استلم توثيقك على شكل فيلم تسجيلي أو كتاب بإشراف الأستاذ عبد العزيز العويل. آثار للأعمال التاريخية. تعتبر الروايات الشفهية من أهم مصادر التوثيق في تاريخنا العربي، وللأسف هناك تفريط فيما يتعلق بهذا التاريخ الشفهي. هناك الكثير من الحوادث إذا لم تؤخذ من أصحابها الذين عاشروها لا يمكن أن توثق بشكل صحيح. من أعظم الفواجع التي مرت بها قطر في العصر الحديث ما يسمى بحادثة مركب الريان. مركب الريان هذا مركب لحاكم قطر آنذاك الشيخ أحمد بن علي بن ثاني رحمه الله تعالى. وكان الشيخ أحمد بن علي بن ثاني كما نعرف يذهب إلى المقناص صيد الطيور في العديد من النواحي، وهذه عادة موجودة في دول الخليج العربي. الحكام والوجهاء وعامة الناس يتنقلون في البحث عن الطيور وغيرها في رحلات برية، وهي أشبه ما تكون بالنزهة يعني. فحاكم قطر آنذاك الشيخ أحمد بن علي بن ثاني رحمه الله كان كثيرا ما يذهب للمقناص في الساحل الشرقي للخليج العربي في مكان اليوم يسمى بحالة نابنت، اسم قديم وما زال موجودا إلى يومنا هذا. وكان الشيخ أحمد بن علي بن ثاني رحمه الله عادته أن يرسل قبله مركبا بحريا فيه الطيور والإخوان اللي معاه وفيهم بعض المواطنين وغيره لترتيب الأمر، إلا أن هذه الرحلة تحولت من رحلة سياحية ونزهة برية إلى فاجعة عربية. فما الذي حدث في هذه الرحلة؟ كان من عادة حكام قطر في ذلك الوقت القنص في بر فارس لقربها ووجود بعض الأسر والقبائل العربية وجودة أراضيها، وكان الحاكم يرسل قبله بعضا من خاصته ومرافقيه ومعهم عدة السفر كاملة، فيرحلون بالمركب عبر البحر ثم يلحقهم هو ومن معه في الطائرة. لكن في سنة 1971 كانت الفاجعة، فماذا حصل؟ في شتاء سنة 1971 غادر المركب الذي سيسبق الشيخ أحمد ابن علي آل ثاني رحمه الله تعالى، وهو محمل بالطيور وعدة القنص، وكان نوخذه المركب جاسم ابن محمد للسرور رحمه الله تعالى، ومعهم في المركب الشيخ مبارك بن خليفة الجلاهمة رحمه الله. وقبل لا يوصل المركب إلى رأس عصبان من الساحل الشرقي للخليج العربي، وإذا بكمية من المياه، مياه البحر، بدأت تتسرب إلى المركب، فأحس الناس بالخطر، بدأوا يسارعون في ذلك، لكن بدأت الأمواج تكثر والماء يدخل وليس هناك حيلة لمواجهة هذا الأمر. فقام أمان الخاطر وغافان البسطي رحمهم الله تعالى وأطلق الطيور. يعني إذا كنا نحن معرضون للغرق والهلاك وميتون لا محالة وأمره عند الله، فإيش حق الطيور تغرق ويانا؟ نطلقها. فأطلقوا الطيور، وهذا يدل على إيمانهم ومروءتهم ونبل أخلاقهم حقيقة. غفان البسطي رحمه الله توجه مسرعا للشيخ مبارك بن خليفة الجلاهمة بيشوفه إيش يسوي، بكلمة يبي يستفزعه، شو الحل، شو الدبرة؟ وإذا بالشيخ مبارك الجلاهمة رحمه الله قد فوض أمره إلى الله. دخل عليه غافان البسطي وإذا به يصلي لله تعالى ويدعو أن يلطف بهم الله سبحانه وتعالى. فكانت كائنة عظيمة بدأت بها مأساة لا يكاد بيت قطري إلا وقد مسه شيء من ألمها. غرق المركب بمن فيه رحمهم الله، ولم ينجو إلا راكبان وهم أمان الخاطر وفلاح المري،
حيث تمكن من السباحة حتى وصل للشاطئ، وقد عمل المري له حفرة دفن نفسه فيها من شدة البرد، لأن الحادثة كانت في الشتاء وكانت الرياح وقتها شمالية، ولا يخفى على أحد برد الشتاء القارس في هذا الموسم الذي لا يرحم، والذي يسلم من البرد لا يسلم من ضرب الأمواج في الصخور. أما أمان الخاطر فقد وصل إلى ساحل بر فارس وتمكن من الوصول بصعوبة إلى قرية الحالة. وصلت أخبار غرق مركب الريان لأهل الساحل، الساحل الشرقي، فقام واحد قال له ابن ثاجب من اللي كان يتلقون الشيوخ واللي مع الشيوخ ويساعدونهم في رحلة المقناص، يدور على شاطئ البحر يشوف من اللي موجود، كان يشوف أمان الخاطر وإلا تعبان حدود حيلة تخطي بطانية من شدة البرد. قال له عسى ما شر، قال الريان طبع وين وش السالفة، قال له السالفة والشيخ الجلاهمة، قال الشيخ الجلاهمة مع اللي طبعوا وغرقوا الله يرحمه يتوفى، والباجي قال ما أدري. فصار يدورون على الشاطئ، يدورون منو اللي نجا من الشاطئ، كان يشوفون واحد من اللي كان وياهم في المركب ينقال له فلاح المري. فلاح المري لما وصل البحر من شدة التعب تغطى بالتراب جلكم الله، يحاول انه يتدفى من شدة البرد، فلقوه تعبان. وهالمركب هذا اللي فيه اكثر من 80 رجل لم ينجو منه الا امان الخاطر وفلاح المري، وبقي حيين بعد أن تلقي العلاج في الساحل الشرقي وفي قطر إلى أن توفي رحمهم الله تعالى في أوائل الثمانينات الميلادية. البسطي على سبيل المثال، غافان البسطي ما عرفوه، تغيرت ملامح وجهه من شدة البرد والماء، ما عرفوه إلا من ساعته مكتوب عليه اسمه، توفي رحمه الله وغرق معه أيضا. توفي أخوه بطل البسطي وكانت فاجعة على أهل قطر، وأعلن الحداد الرسمي فيها وتلقى التعازي من كافة دول الخليج والدول العربية، ولم يكد يوجد بيت من أهل قطر إلا وقد توفي فيه قريب أو صديق، وبقي أهل قطر إلى يومنا هذا يتذكرون هذا المصاب. نسأل الله عز وجل أن يرحمهم، اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رغبة في الوصول إلى مساحة جغرافية واسعة وتسهيلاً على القراء، فقد قمت بإنشاء متجر إلكتروني لبيع كتبي القديمة والحديثة بنسخ إلكترونية فقط. يمكن الاشتراك في المتجر والدفع فيه بكل سهولة والحصول على نسخة إلكترونية.